السلام عليكم وأهلا بكم في نشرة الأخبار من قناة طيبة، والبداية بالعناوين. حزب الأمة القومي يقول توسعة قاعدة المؤيدين للاتفاق لا تكون باسترضاء البعض. وقحط المجلس المركزي تؤكد أن التوقيع على الاتفاق الإطاري ليس مفتوحا للجميع. انقسامات وسط محامي الطوارئ بشأن الموقف من الاتفاق الإطاري، وكيانات شرق السودان تنفي توقيعها على الاتفاق. جعفر المرغني يشيد بقمة الشراكة العربية الصينية، ويؤكد أن مشاركة البرهان في المحافل الدولية أمر إيجابي يجب دعمه. أهلا بكم إلى التفاصيل. أعلن حزب الأمة القومي في بيان له أن توسعة قاعدة المؤيدين للاتفاق الإطاري رغم أهميتها لا تعني إغراقه بمسميات وقوى لا تؤمن بالتحول الديمقراطي. وأكد الحزب في بيان له أن ضمان تحقيق مقصد الاتفاق يعني ألا تتم التوسعة عبر الاسترضاء للبعض، وأن تقتصر التوسعة على من تنطبق عليه الاشتراطات. يذكر أن البيان جاء بعد ساعات من إعلان رئيس حزب الأمة مبارك الفاضل رغبته التوقيع على الاتفاق الإطاري. قال عضو لجنة الإعلام بقحط محمد عبد الحكم أن التوقيع على الاتفاق الإطاري مفتوح فقط لقوى الثورة وقوى الانتقال المعروفة والتي لديها موقف من الثورة قبل 11 أبريل. وأوضح عبد الحكم أن المكتب التنفيذي سيستقبل طلبات التوقيع من الأحزاب الراغبة وسيتخذ القرار بقبولها أو عدمها. شهد تجمع محامي الطوارئ التابع لمركزية قحط خلافات وانقسامات بشأن الموقف من الاتفاق الإطاري، وأدت الانقسامات إلى سيطرة أحد الأطراف على الصفحة الرسمية عبر الفيسبوك. واتهم إعلان لجنة محامي الطوارئ مركزية قحط بمحاولة تجبير التجمعات المهنية لمصالح سياسية، ونفى بيان المحامين أن يكون التجمع قد وقع على الاتفاق الإطاري أو أنه سيكون جزءا من أي لجنة تحقيق حسب ما ورد على لسان بعض قيادات قحط. أكد الأمين العام للتسيقية العليا لكيانات شرق السودان مبارك النور عدم صحة ما رشح في الأسافير عن نيتهم التوقيع على الاتفاق الإطاري ضمن كتلة التراضي الوطني. وأكد مبارك في تغريدة له أن موقف التنسيقية من التوقيع على الاتفاق الإطاري موقف مبدئي لن يتغير، وتعهد بالعمل على إسقاطه بكافة الوسائل المتاحة. جدد نائب الأمين العام لحزب المسار الوطني محمود الرحيمة ترحيب حزبه بالاتفاق الإطاري الذي تم توقيعه بين المجلس المركزي والمكون العسكري. وأكد الرحيمة أن حزبه أيد الاتفاق لأنه اتفاق جماعي مفتوح للتوقيع عليه من قبل كافة القوى السياسية، داعيا الذين لم يوقعوا على الاتفاق أن يلتحقوا به. التقى الأمين الأول لحزب المؤتمر الشعبي بولاية شمال دارفور عبد الله محمد الدوما مع رئيسة بعثة اليوناتامس بالولاية لشرح رؤية الحزب حول الاتفاق الإطاري. وأكد الدوما خلال التنوير الذي قدمه لرئيسة البعثة أن تتولى إدارة الفترة الانتقالية حكومة كفاءات مستقلة بمهام محددة تتمثل في معالجة التدهور الاقتصادي والسعي الجاد نحو انتخابات حرة ونزيهة بجانب العمل على إرساء أسس الدولة المدنية. أشاد نائب رئيس الحزب الاتحادي الديمقراطي الأصلي جعفر المرغني بقمة الشراكة العربية الصينية التي انعقدت مؤخرا بالمملكة العربية السعودية. وقال المرغني في تصريح لسونا أن نجاح السعودية في جذب الاهتمام الصيني يدل على مكانة المملكة العربية السعودية. إلى ذلك أكد المرغني أن مشاركة رئيس مجلس السيادة الانتقالي عبد الفتاح البرهان في المحافل الدولية أمر إيجابي يجب دعمه. وجدد المرغني شكره للدول التي دعمت قضايا السودان مع المملكة العربية السعودية، مؤكدا على أهمية تعميق العلاقات العربية السودانية في الفترة المقبلة لمواجهة التحديات.
أعلنت لجنة المعلمين السودانيين في بيان لها أمس السبت عن الشروع في تصعيد الإضرابات في كل ولايات السودان إلى نهاية ديسمبر. وأوضحت اللجنة أن التصعيد يأتي في ظل تجاهل الحكومة لمطالبهم بتحسين الواقع المعيشي للمعلمين. كشفت مصادر إعلامية أن هيئة الموانئ البحرية بدأت في تعويض المتأثرين في أحداث حريق منطقة الطبالي بميناء سواكن، والذي حدث في 25 من مايو عام 2022. وبحسب الطابية الإخبارية، فإن الهيئة بدأت في نشر كشوفات الدفعة الأولى من مستحقي التعويض في حريق ميناء سواكن. وأهابت الهيئة جميع المتضررين بمتابعة ومراجعة اللجنة المختصة برئاسة الموانئ بمدينة بورسودان. أعلن تجمع العاملين بقطاع النفط عن تعرض طوف تبديل الوردية للعاملين بشركة بترو إنرجي بحقل بليل النفطي لإطلاق رصاص بصورة عشوائية من قبل مجهولين أمس السبت. وأكد التجمع أن الحادثة لم تسفر عن إصابات، وأنها تأتي ضمن أعمال التخريب والسيولة الأمنية التي تطال حقول النفط بالمنطقة. تمكن شرطة مكافحة المخدرات فرعية أم درمان من ضبط أحد مروجي المخدرات وبحوزته أكثر من 1600 رأس بانجو و57 قطعة بأحجام مختلفة. وأفادت متابعة المكتب الصحفي للشرطة أن الضبطية تأتي في إطار تنفيذ خطة الإدارة العامة لمكافحة المخدرات لقطع الطريق على الشبكات التي تنشط في الترويج. تفقد والي جنوب دارفور حامد التيجاني هانون مع لجنة أمن الولاية قوات الحملة القومية المشتركة لمكافحة المخدرات والظواهر السالبة بمنطقة سانغو بمحلية الردوم. وأشاد الوالي لدى مخاطبته قوات الحملة بمنطقة سانغو بإنجازات القوات المشتركة في إبادة مزارع المخدرات وضبط المواتر والعربات غير المقننة، بالإضافة إلى تمشيط المنطقة من الظواهر السالبة. أقر ممثل محافظ مشروع الجزيرة عثمان جاسر بتحديات تواجه العروة الشتوية بمشروع الجزيرة. وأكد ممثل المحافظ أن التحدي الأكبر يتمثل في توفير التمويل اللازم لزراعة محاصيل العروة الشتوية. تمكنت الهيئة السودانية للمواصفات والمقاييس بولاية غرب كردفان من إبادة 10 أطنان من المواد الغذائية الفاسدة بجانب مواد البناء منتهية الصلاحية. وقال مدير الهيئة بالولاية حامد الهادي بريما في تصريح لسونا أن الفترة القادمة ستشهد قيام العديد من حملات التفتيش، مطالبا المواطنين بالتأكد من تاريخ صلاحية المنتج عند الشراء ومعرفة مدى جودته حفاظا على سلامتهم. نهاية النشر، هذا تذكير بأبرز ما جاء فيها من عناوين. حزب الأمة القومية يقول توسعة قاعدة المؤيدين للاتفاق لا تكون باسترضاء البعض. وقحط المجلس المركزي تؤكد أن التوقيع على الاتفاق الإطاري ليس مفتوحا للجميع. انقسامات وسط محامي الطوارئ بشأن الموقف من الاتفاق الإطاري، وكيانات شرق السودان تنفي توقيعها على الاتفاق. جعفر المرغني يشيد بقمة الشراكة العربية الصينية، ويؤكد أن مشاركة البرهان في المحافل الدولية أمر إيجابي يجب دعمه. شكرا لطيب المتابعة، نترككم الآن مع جولة الصحافة وأسعار العملات. إلى اللقاء.